السلام عليكم. الموقع غلط بيغنيك نوعا ما عن برامج زي برامج الفوتوشوب، ترفع صورة وتبدأ تعمل التعديلات اللي انت عايزها. خلينا نشوف كده صورة، وليكن مثلا الصورة ديت، تقدر ان انت مثلا ترسم اي حاجة عليها، تقدر ان انت تعمل بوردر. في انواع كتير من البوردر تقدر ان انت تحطها. بالشكل دوت تقدر تقول له بوردر تاني وتقول له كاستم فريم، هو يقول لك بختار الفريم. لما تقول له انا عايز ديت، يبدأ ان هو يديفولت بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز ارسم حاجة تكست تول وتكتب التكست اللي انت عايزه، والمواصفات بتاعتها وعايز تبقى موجودة فين، والسايز بتاعتها تقدر تكبرها تصغرها زي ما انت عايز. ابلاي تكست بالشكل دوت. ممكن تعمل ادجاست للحاجة، في عندك فلاتر لو انت عايز تضيف اي فلتر. فهو بيديك ادوات تسهل عليك الشغل، بالنسبه ان هو اونلاين ومجاني ومن غير ما تسطب اي حاجه خالص. هتقول له فايل وتضيف انيميشن لو انت عايز، تقدر تضيف تفتح من الدروب بوكس مثلا، ايمج سايز انفو. ولما تخلص من الفايل هتلاقي سيف اس، بحيث تقدر ان انت تسيف الصوره بتاعتك، وهتلاقي حاجات كتيرة جدا تقدر تسيب جي بي جي او جاي اف او اي حاجة، حتى ممكن تصور تعملها فيديو لو هي موجودة على هيئة انيميشن او فيها حركة.